السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني على شبكة محترفي أوراكل العربية وعلى منتديات عرب هاردوير. يعني قد إيه أنتوا وحشتوني كتير. يا رب ما كنتش ضيف تقيل عليكم في الحلقات بتاعتي دي. واللي أتمنى أكتر إن شاء الله إني يعني نكون أو نستفيد من الحلقات دي بقدر الإمكان. يعني محتاج إن أنا أشوف منكم تفاعل أكتر من كده بصراحة، لأن النقطة دي مضايقاني جدا. يا ريت نتفاعل أكتر بكده مع بعض، نحاول نستفسر، نسأل، نحاول نعلق على الحلقة ونشوف فيها إيه ونتناقش سوا علشان تبقى الاستفادة أكبر من كده. الموضوع مش فكرة داتا بتتعرض قدامنا واحنا بنحاول ان احنا نسمعها وبس. فتعالوا كده مع بعض، يعني نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نبتدي الحلقة بتاعتنا مع بعض. كل واحد بقى كده يعمل له يعني كوباية شاي كده ولا مج نسكافيه محترم ويجي بقى يركز معايا، لاني بارت 2 او الجزء الثاني من الحلقة اللي كنا ابتدينا فيها المرة اللي فاتت جزء مهم جدا النهاردة، محتاج شوية تركيز مننا. ويا رب يكون بسيط وسهل علينا ان شاء الله بإذن الله. تعالوا كده بقى نبتدي نشوف مع بعض الحلقة بتاعتنا النهاردة. الجزء الثاني اللي احنا بنستعرضه النهاردة من الحلقة اللي ابتديناها المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن السنجل رو فانكشنز، واتكلمنا عن مجموعة functions أو مجموعة وظائف بتأدي مهام كتيرة، من ضمنها وظائف بتتعامل مع ال characters، وظائف بتتعامل مع ال numbers، وظائف تانية بتتعامل مع ال date. النهاردة هنبتدي نشوف مع بعض في الحلقة التانية نوع تاني من الوظائف اسمه ال conversion function. طيب نشوف ايه قصة ال conversion function دي. تعالوا كده مع بعض نشوف. الموضوع بسيط وسهل بإذن الله. ال conversion function، الكونفرشن فانكشن يعني وظائف تحويلية. يعني ايه تحويلية؟ يعني كل وظيفتها ان هي بتقوم بتحويل من نوع بيانات لنوع بيانات تاني. طب احنا ايه كانت انواع البيانات اللي احنا اتعرفنا عليها مع بعض لغاية دلوقتي؟ اتعرفنا على الفار كار 2، واتعرفنا على الكار ودول بيانات نصية، واتعرفنا على النمبر اللي هي البيانات الرقمية، واتعرفنا على الديت بانواعه يعني، او لسه ما اتكلمناش على انواعه. لكن ودي عندنا على الاقل في 4 انواع من البيانات اتعرفنا عليهم لغايه دلوقتي. في الحقيقه عمليه التحويل بتتم على طريقتين او بشكلين مختلفين. اول شكل من الاشكال اللي عندنا عمليه conversion او عمليه تحويل بتتم implicitly، وعمليه تحويل ممكن تتم explicitly. يعني ايه implicitly؟ هنسمع المصطلحين دول كتير قوي، implicit و explicit. implicitly معناه ان بقوم بعملية تحويل نوع بيانات لنوع بيانات تاني عن طريق الاوريكل سيرفر. يعني ايه؟ ان انا يبقى عندي مثلا عمود كاركتر اخش اقدر ان انا احوله نمبر. ايه ده، هو كاركتر ينفع يتحول نمبر؟ يعني لو كاتب محمود ينفع تتحول تبقى 5؟ اكيد لا طبعا، الموضوع مش كده يعني. لكن تعالوا نفهم الموضوع بشكل مبسط. لازم يكون الكولم بتاعك يقبل التحويل الى valid numbers، يعني يقبل التحويل الى ارقام بالفعل. طب ازاي الكلام ده؟ انا عندي مثلا لو جيت سألتك قلت لك ده الداتا دي كاركتر ولا نمبر؟ برافو يا باشمهندسين، صح، دي كاركتر values. ليه؟ عشان محطوطة ما بين single quotation، يبقى الراجل هيقراها على اساس ان هي string او character values، يعني ايه قيم نصية او قيم حرفية، لكن ما اقدرش اقول ده رقم. طب هو ايه الفرق ما بين الرقم والنص؟ النص يمكن ادخاله، لا يمكن ادخاله في عمليات حسابية، اما الارقام تدخل في العمليات الحسابية. يعني انا لو جيت قلت لك اجمع محمود زائد 10، هتقول لي ايه 10 محمود؟ اكيد لا طبعا. تمام. اكيد الموضوع مش كده خالص. يبقى احنا كل اللي احنا لازم نعرفه ماشي ان انا لازم يكون العمود بتاعي قابل للتحويل لارقام. ليه؟ لان انا بكل بساطة لو جيت قلت له حول القيمة النصية دي الى رقم هيكتبها لي كده 2000، وساعتها تقبل العمل على عملية او تقبل الدخول في العمليات الرياضية او المعادلات الحسابية. طيب يبقى implicitly بالشكل اللي احنا شفناه، امال explicitly ازاي؟ يعني تقدر تقول implicitly يعني داخليا او ضمنيا، و explicitly يعني خارجيا او باستخدام معامل خارجي او عامل خارجي. explicitly ازاي؟ عن طريق استخدام مجموعة من الفانكشنز
استخدام مجموعة من الفانكشنز، وهي دي اللي هيبقى تركيزنا عليها مع بعض ان شاء الله. تعال نشوف اولا implicitly او ازاي ضمنيا اقدر اغير نوع الداتا بتاعتي. قبل ما نعرف ازاي هي بتتغير، احنا ما يهمناش في النوع الامبليسيت ان احنا نعرف ازاي بتتغير، لكن على الاقل نعرف ايه نوع البيانات اللي ممكن تغييره. ممكن احول من نص الى رقم، واحول من نص الى تاريخ، واحول من رقم الى نص، واحول من ديت الى نص. يعني اقدر احول من اي نوع بيانات لنوع بيانات تاني. خد بالك عادة ان انا ما اقدرش احول من نمبر الى ديت، ملاحظ كده؟ طيب تمام قوي. الجزء ده ما يهمناش ان احنا نتكلم عليه كتير، ده بقى المفيد. ازاي؟ لان طبعا احنا عندنا الفصل بتاعنا بيتكلم عن الفانكشنز، فاحنا كل اهتمامنا منصب على الفانكشنز. تعالى بقى نعرف ازاي اكسبليسيتلي او باستخدام مجموعه من الوظائف اقدر ان انا اكونفيرت او احول من نوع بيانات الى نوع بيانات تاني. احنا عندنا من انواع البيانات الاساسيه بتاعتنا نمبرز، كاركتر، وديت. طيب لو انا عندي نوع بيانات نصي عايز احوله لنمبر، يبقى اقول له قم بالتحويل الى نمبر او تو نمبر، حول الى نمبر. عايز احول من بيانات نصيه لديت، اهي تو ديت، يبقى اقول له تو ديت، حول الى تاريخ. تمام. طب لو عندي نوع بيانات من تاريخ وعايز احوله الى نص، طب ليه هنحوله لنص؟ هنعرف، بس نصبر مع بعض شوية. عندي نوع بيانات دي تاريخ عايز احوله الى نص، بص اهي تو كار، يعني حول الى نص. عندي نوع بيانات نمبر عايز احوله لنص، اقول له تو كار، حول الى نص. اهي تو كار، حول الى نص. سهل قوي. عايز احول اي حاجة لنمبر، تو نمبر. عايز احول اي حاجة لديت، يبقى تو ديت. عايز احول اي حاجة لكاركتر، يبقى تو كار. ظريفة قوي. عندنا 3 functions هما اللي بنتعامل معاهم. حول الى نص يعني تو كار، حول الى نمبر تبقى تو نمبر، حول الى ديت تبقى تو ديت. طيب السنتكس بتاعنا، يعني ايه سنتكس؟ يعني الكود، شكل الكود اللي بنكتبه عشان نتعامل مع الفانكشن اللي اسمها تو كار. وليكن مثلا تعالى نشوف اول حاجة ازاي نقدر نحول من نص او من تاريخ الى نص. from date to character، عايز احول من الديت الى character. بص حضرتك كده، من الواضح ان الفانكشن اللي اسمها تو كار بتاخد تو ارجيومنت، او بتاخد مدخلين، تو انبوتس، التاريخ اللي حضرتك عايز تحوله او اللي ممكن تعوض عليه باسم الكولا من اللي بيحتوي على التاريخ، وحضرتك عايز شكل التاريخ يتعرض ازاي، اللي ما يسمى بالفورمات موديل. شكل التاريخ حضرتك عايز يتعرض ازاي؟ هو في اكتر من شكل للتاريخ؟ اه طبعا يا باشمهندسين. وليكن مثلا احنا عندنا كده في الدول العربية مثلا بنبتدي التاريخ بالشكل ده، مثلا بنقول الدي اليوم، وبعد كده المانث الشهر، وبعد كده الير السنة. ده فورمات شكل. في بعض الدول التانية زي الولايات المتحدة الأمريكية ليها أكتر من شكل التاريخ، بيبتدوا المانث الأول وبعد كده الدي وبعد كده الير. تمام. وفي بعض الدول الغربية بتبتدي بشكل عكسي، أو سوري بشكل مختلف، بتحب تكتب اسم الشهر بالكامل، لما يجي يكتب مايو يروح قايل مي، وبعد كده يكتب اسم اليوم 13، بعد كده ياخد كوما ويروح كاتب رقم السنة 1995 مثلا، أي حاجة. طبعا احنا دلوقتي مش 1990، بس يعني ده شكل من أشكال التاريخ. يبقى دي كلها ديت فورماتس، شكل من أشكال التاريخ. إذا المقصود بالفورمات موديل هو شكل أو فورمات، valid فورمات، يعني لازم تحط شكل ينفع التاريخ إنه يطلع عليه. ولو نلاحظ من الشكل اللي قدامنا ملحوظات بسيطة. بص حضرتك كده، الارجيومنت الاولاني هو اسم الكولم او التاريخ اللي حضرتك عايز تغيره، بعد كده بناخد كوما، بعد الكوما بنحط الفورمات، الفورمات ده بنحطه ما بين سنجل كوتيشن،
الفورمات ده بنحطه، يعني تعالى نرجع كده عشان نطير الكلام اللي احنا عاملينه. هو ايه ما بتمسحش ولا ايه؟ طب ثواني كده. هو واضح انه مش مالوش نفس الشيء. ماشي مش مشكلة. يبقى بنحطه ما بين سنجل كوتيشن، ادي الفورمات موديل بتاعنا. لازم نلاحظ ده كويس قوي، ولازم نعرف ان لازم يكون الفورمات ده، الفورمات موديل ده محطوط بنفس الطريقة اللي الديت مكتوب بيها، لانه كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ معناه انه بياخد نفس شكل التاريخ اللي حضرتك حاطه. ازاي؟ هنشوف لما نيجي نشتغل الكلام ده عامل. طيب ممتاز جدا. بعد كده ممكن استخدام بعض العناصر الاخرى مع شكل الفورمات، زي العنصر اللي اسمه اف ام. اف ام ده بيعمل حاجه اسمها سبريس ليدنج زيرو. ايه سبريس ليدنج زيرو ده؟ هنعرف مع بعض كمان شويه. تعال حضرتك بقى نطبق الكلام النظري ده على بعض الامثال. تعال ناخد الاول بعض اشكال الفورمات للديت. لو انا مثلا جيت كتبت في التاريخ بتاعي، احنا عارفين التاريخ مثلا اهو دي مانث يير سنة. لو كتبت 4 واي معناه ان انا عايز السنة تظهر رقمها بالكامل، يعني مش عايز في الاخر يجي يكتب لي 2008 كده. لا انا عايز اكتبها كده 2008. year هيكتبها لك بالكامل، يعني يكتب 2008، يكتبها spelled كأنك بتنطقها بالظبط، فهيكتبها 2008. ده بالنسبة للايه؟ للسنة. بالنسبة للمنص، في عندي 3 formats للمنص. ام معناه انه هيظهر شكل الشهر كده، يعني لو عايز تكتب شهر 2 يكتبه كده two digits رقمين. اما كلمة months اللي مكتوبة بالكامل دي معناه انه هيكتب لك الاسم الشهر بالكامل، يعني لو عايز تكتب مايو هيروح كاتب مي بالطريقة دي. واضح ان لما كتبت السنة بالكامل هيكتبها لي اسمها بالكامل، لو كتبت كلمة months بالكامل هيكتبها لي الشهر بالكامل. اما month هيجيب لك اول month، دي اختصار month، يجيب لك اول 3 حروف من الشهر، يعني حضرتك بتكتب يناير هتكتب هيكتبها لك كده جين، يعني January. ده بالنسبة للشهر. طب تعالى نشوف بالنسبة للدايز، بالنسبة للايام. دي واي هيكتب لك زي الشهر بالظبط كده رقمين، يعني لو عايز تقول النهارده يوم 3 في الشهر هيروح كتب لك كده. لو عايز تكتب اسم اليوم بالكامل اكتب كلمة دي بالكامل. خد بالك، كتبت دي بالكامل هيطلع لك اليوم بالكامل، كتبت منص بالكامل هيطلع لك المنص بالكامل، كتبت الير بالكامل هيطلع لك الير بالكامل. فلما نيجي نكتب دي هيروح كاتبه لك كده، وليكن مثلا النهارده ساتردي هيروح كاتب لك كده ساتردي والكلام ده. تمام. انا اسف جدا جدا. دي واي دي يا جماعه هيكتب لك اول 3 حروف من اليوم، يعني لو النهارده سان دي هيروح كاتب لك سان. اما دي هي اللي هيكتب لك فيها لو النهارده 3 في الشهر هيروح حاطط لك 3 بالشكل ده. انا اسف جدا. تمام. دي شكل الفورمات بتاعت الديت. طبعا احنا ما عندناش، يعني او مش ما عندناش، يعني تعالى نتفرج على ايه، على بعض الفورمات ولكن اللي خاصة بنوع البيانات تايم، لغاية ما نبقى نيجي نتكلم على نوع البيانات اللي اسمها تايم ستامب والكلام ده كله. نوع البيانات تايم اقدر اظهر الوقت باكتر من شكل. طبعا احنا عارفين التوقيت بتاعنا المفروض الطبيعي ان احنا عندنا 24 ساعة في اليوم، يعني الساعة بعد الساعة 12 تبقى اسمها الساعة 13، الساعة 14، الساعة 15، الساعة 16. بعضنا بيحب يشوفها 12 ساعة بس، يعني بعد الساعة 12 يجي له من الاول الساعة 1 صباحا، الساعة 2 صباحا، ايه الكلام ده؟ طب اتحكم في الكلام ده ازاي؟ بص يا فندم، لو حضرتك عايز اليوم، طبعا احنا عندنا في حاجة اسمها اي ام اللي هي صباحا، وي بي ام اللي هي مساء. لو حضرتك عايز تمشي التوقيت بتوقيت ال 24 ساعه، ادي شكل الفورمات. اتش اتش يعني الاورز الساعات، ام اي يعني المينتس، اس اس يعني السكندز. حط جنب الاتش اتش 24، يعني ايه؟ يعني ظهر لي التوقيت بتاع ال 24 ساعه.
طب لو انا عايزه تظهر 12 ساعه بس، ما تكتبش كلمه 24، بس حط في الاخر شكل الفورمات. انت دلوقتي الساعه اي ام ولا بي ام؟ الساعه دلوقتي اي ام ولا بي ام، يعني صباحا ولا مساء؟ طبعا بي ام مساء، عشان الساعه بقت 3 اهي، الساعه 3 مساء اللي هي 3 العصر يعني. تمام. طيب نشوف الكاركتر. بص حضرتك كده بالنسبة للتاريخ، وليكن انا عايز اقول النهاردة 12 من اكتوبر، اقولها ازاي؟ دي عرفنا في السلايد اللي فاتت ان هي بتظهر لي ها اليوم على شكل رقمي، والمنص بتعمل ايه؟ بتظهر لي اسم الشهر بالكامل اكتوبر. اما الاوف دي لما عاوز اكتبها اقول مثلا 12 من اكتوبر، اوف دي اعملها ازاي؟ حطها عادي جدا، تكتب اوف وتحطها ما بين دبل كوتيشن، لازم في التاريخ نحطها ما بين دبل كوتيشن، فيطلع لك الشكل 12 اوف اكتوبر. number sufficient spelled out of numbers يعني ايه؟ تخيل حضرتك عايز تقول كده زي ما احنا بنقول الرابع عشر من اكتوبر. طب الرابع عشر او الخامس عشر او الثاني عشر او الحادي عشر او الثامن عشر تتكتب ازاي؟ خد بالك عن طريق الاكسبريشن ده. طب والاكسبريشن ده اكتبه معناه ايه؟ بص حضرتك دي خاصة باليوم، اس بي يعني سبيلد يعني انطق اليوم، تاني انطق اليوم تي اتش باستخدام البريفكس تي اتش او اللي هي دايما بتبقى في اخر الحروف لما نيجي نقول 15th 16th 17th. تمام. فعشان كده بيقول لي انطق اليوم باستخدام البريفكس تي اتش، عشان كده انا طقع 14 يعني الرابع عشر، 15th 16th الكلام ده كله. تمام. تعالى ناخد مثال على الكلام ده. بص حضرتك كده select last name، ولا اقول لك ناخد الاول ايه شوية شاي كده عبال ما ايه عشان نركز في المثال ده كويس مع بعض. بص يا سيدي شربنا الشاي والحمد لله. طيب بص بقى select the last name و to car ال higher date وكلام كده انا مش فاهم ايه هو as a higher date، ايه الكلام ده؟ from employees، ايه الكلام ده؟ انا مش عارف. تعالى نفصص الكود مع بعض. select the last name هيختار الاسم الاخير للموظف. to car، ايه to car دي؟ function بتعمل ايه؟ بتحول من التاريخ الى النص او من الرقم الى النص. تمام. قلنا بتاخد two arguments، ادي واحد اهو وادي التاني اهو. تعال نشوف الشروط اللي اتكلمنا فيها اتحققت فيه ولا لا. تعال اول ارجيومنت قلنا ده التاريخ اللي حضرتك عايز تغيره او اسم العمود اللي بيحتوي على التاريخ، واحنا اسم العمود اللي في الجدول بتاع الامبلويز بتاعنا اسمه هاير ديت كوما زي ما اتعلمنا، ونكتب الارجيومنت التاني. بنحط الارجيومنت ما بين سنجل كوتيشن. تمام. بص شكل الفورمات عايز يطلع ازاي. دي دي يعني اظهر اليوم شكل الفورمات العادي بتاعنا، month التاريخ بتاع الشهر يتكتب اسم الشهر بالكامل، واي واي يعني السنة تتكتب اربع ارقام صح. ايه اف ام اللي في الاول دي؟ ده المعامل اللي احنا اتكلمنا عليه. طب بيعمل ايه؟ تعال نشوف الكلام ده عملي. بس استنى إذا هاير ديت، إيه هاير ديت ده؟ إيه ده؟ مين يقول لي؟ بالظبط ده إلياس للناتج اللي المفروض يطلع. ده إلياس للناتج اللي المفروض يطلع. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده لو طبقناه عمليا هيبقى شكله عامل إزاي. تعالى الأول كده نقول select the last name و تو كار. تو كار ايه؟ اسم العمود بتاعنا الهاير ديت. الفورمات بتاعنا
وليكن مثلا احنا عايزين يظهر دي مسافة، المنث، التاريخ، و كوما شكل السنة 1900 أو 2008. تعال نشوف هنا، ماشي مش مشكلة. مانث وبعدين 2008، واي 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 4 واي، تمام. ونقفل السنجل كوتيشن بتاعتنا، وبعدين نقول از ونسمي اي حاجة، اسست مثلا from جدول الامبلويز. تعالى كده ننفذ. طب الاول هسألك سؤال، ده هيتنفذ ولا مش هيتنفذ؟ طب تعالى نبص كده، الراجل خارج بره الكونكشن، ماشي. هنكتب بسرعة select last name و to car ال higher date، نفتح single quotation dd month yyyy نسميه is test مثلا from ال employees. تعالى كده حضرتك نطبق الأمر بتاعنا، الراجل طلع لي البيانات بس ما قدرش يقرأ الشهر بتاعنا، واضح ان في مشكلة عندي في الكمبيوتر. طيب احنا نحاول نكتبها اي حاجة دلوقتي، MM مثلا المنث سكيوت، الراجل جاب تاريخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب تعالى كده نشوف الفورمات اللي انا حاطته له، الراجل ده طلعه فعلا ولا لا. تعالى كمان نشوف شكل التاريخ القديم كان شكله عامل ازاي، الهاير ديت. تعالى كده بص حضرتك، ادي شكل التاريخ القديم، ادي شكل التاريخ القديم 21/6/99. خد بالك السنة مش مكتوبة بالكامل، صح. علامة اللي في النص دي علامة سلاش، صح. بس خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا، انا ترتيب البيانات عندي ايه؟ اليوم، الشهر، السنة. عشان كده انا عملت الفورمات زيه بالظبط، اليوم، الشهر، السنة، بس غيرت في الفورمات، غيرت الشكل بس، غيرت شكله، لكن ترتيب البيانات لا. بص حضرتك طلعت زي ما انا كاتب ازاي، دي دي يعني اليوم، ظهر اليوم، ام ام المانث السنة 4 ارقام، واي 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 4 واي، طلعت لي السنة كاملة. شوف كده شكل التاريخ متغير ازاي ولا لا. طب تعالى كده نعمل فواصل مثلا، نشوف هيتنفذ ولا لا. اتنفذ، حطينا فواصل للتاريخ، جميل قوي. طب ما تيجي كده نجرب نستبدل المانث بالدي والدي بالمانث، يعني انا عايز الشهر اللي يبتدي الاول زي ما امريكا بتعمل. نعمل كده اكسكيوت، جميل قوي، طلعت اهي ظريفه جدا. بص حضرتك كده الشهر اهي واليوم السنه، جميل 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 جميل، حلو قوي. طيب بص حضرتك كده بقى، تعالى نلاحظ ملحوظه مهمه جدا، اليوم طالع عندي رقمين 0 و7، يعني ده يتقري 7/6/1994. طيب انا مش عايز التاريخ يظهر عندي كده، برضو ظاهر هنا عندي 7/6/1994. تعالى بس نعدل التاريخ كده عشان ما نلخبطكش، نرجعه تاني دي دي ام ام. بص حضرتك كده اليوم ظاهر 7/6/1994، لا انا مش عايزه يتكتب كده، انا عايز لما اجي اكتبه اكتبه كده،
بص حضرتك، عايز لما اجي اكتبه اكتبه كده 7/6، انا عايزه يظهر بالشكل ده 1994، ما يحطليش الصفر اللي في الاول. طب ايه الحل؟ الحل ان انا استخدم المعامل اللي اسمه اف ام، فاكرينه اللي اتكلمنا عليه، اللي بيعمل سبريس للزيرو، يعني بيحذف الزيرو من جنب التاريخ. فبص لما نيجي نعمله كده اف ام ونشوف النتيجة هتطلع ايه. بص حضرتك 7 بقت مكتوبة ازاي، 6 بقت مكتوبة ازاي، شال الاصفار. اذا المعامل اف ام ده بيشيل الصفر، او بيعمل حاجة اسمها سبريس زيرو، بيعمل حاجة اسمها ايه، سبريس زيرو، بيشيل الزيرو من نتائج الايه، من نتائج التواريخ بتاعتي، من نتائج التواريخ بتاعتي. طيب ممتاز قوي. طبعا انا مش فاهم ايه المشكلة اللي عندي في جهاز الكمبيوتر، تقريبا في حاجة مش مظبوطة. المفروض لما نكتب له مانس المفروض انه يقرا الشهر، لكن تقريبا واضح ان انا عندي مشكلة في اعدادات اللغة عندي او حاجة كده، عشان كده هو مش قادر ان هو يقرا الشهر. فانتوا ان شاء الله لما تجربوها تلاقوها شغالة معاكم. تعالى نكمل بقية الكلام بتاعنا، بس استأذنكم دي واحدة وارجع لكم تاني. انا اسف على الانقطاع، رجعنا مع بعض تاني، نكمل بقى كلامنا الظريف. طيب احنا خدنا مثال ازاي نحول من النص، من النص الى التاريخ، عرفنا ازاي نحول من النص الى التاريخ. طيب تعالى كده نشوف ازاي نحول من النص الى، او نحول من الرقم الى نص، زي ما عرفنا نحول التاريخ الى نص. طب واحنا ليه احتاجنا ان احنا نحوله لنص؟ ها، علشان نغير شكله، نغير شكل الفورمات بتاعه، عشان كده اضطريت احوله الى ايه، اضطريت احوله الى نص. طيب تعالى بقى نشوف انا ازاي اقدر احول اي نمبر الى نص. بص حضرتك كده، عندنا الفانكشن اللي اسمها تو كار، لما بتيجي تحط الفورمات بتاع النمبر اللي انت عايز الشكل يطلع قدامك فيه، شكل الرقم يطلع ازاي، بنستخدم مجموعة من العناصر. العناصر دي مهم ان انت تعرفها جدا. بص حضرتك كده، ده مش رقم 9، هو يعني مجازا هو شكل رقم 9، لكن ده مش رقم 9، هو ده ايه، سيمبل، رمز، اعتبره رمز، ما تعتبرهوش رقم 9، هو في الحقيقة رقم 9 بس انت اعتبره رمز. رمز ده بيعمل ايه، بيمثل الارقام. يعني ايه بيمثل الارقام؟ هنشوفها في المثال. تمام، زيرو يعني لو حطيت الرمز ده، احنا قلنا خلاص مش هيبقى اسمه زيرو، ده رمز سيمبل، هيخليك او يجبرك او هيجبر قاعدة البيانات ان هي تظهر الزيرو في البيانات. طب يعني ايه، هنشوف. علامة الدولار ساين كلنا عارفينها، ال LED بتطلع لك اللوكال كرنسي، اللوكال كرنسي يعني العملة المحلية بتاعتك. طب هو بيعرفها منين دي؟ من اعدادات جهاز الكمبيوتر بتاعك. تقدر لو انت مثلا كاتب ان الدولة بتاعتك ايجيبت والعملة بتاعتك اللي ايه، الجنيه المصري، هيروح هو اوتوماتيك اول ما تحط حرف ال هيروح كاتب لك جنيه مصري. اول لو حضرتك حاطط في اعدادات جهاز الكمبيوتر بتاعتك مثلا يورو، هتلاقيه راح هو اوتوماتيك راح حاطط لك اليورو. الكلام ده بيتغير، انا اسف جدا، الكلام ده كله بيتغير من جوه الكنترول بانل، من ايكون اسمها ريجنال اند لانجويج سيتنج، تقدر ان انت تغير الكلام ده من جوه. الدوت دي عباره عن ايه، دي الديسيمال بوينت، الديسيمال بوينت يعني تظهر الارقام العشريه او الارقام الكسريه او كسور الارقام. اما علامه الكوما دي اسمها ساوزند سيباريتور. ها تمام، ساوزند سيباريتور يعني لما اجي مثلا اقرا الرقم ده، بص حضرتك كده تعالى نراجع شويه على علم الحساب بتاع ابتدائي، لما اجي اقرا الرقم ده اقول كام، ايوه اقول 9000، اقول ايه 9000، عشان دي علامة الالاف، احاد، عشرات، مئات، يبقى ده الالاف. تمام، طب لو جيت قريته كده تبقى 9 بس. ليه؟ لان دي بتاعة الكسور، يعني ده الرقم الصحيح وده الرقم الكسري. يعني لما اجي اقرا رقم زي ده اقول 9 و15 من 100،
مش هقول 9015، لا 9.15 من 100. يعني لما اجي اقرا الرقم ده، لما اجي اقرا الرقم ده بكل بساطة اقول مثلا، وليكن بلاش بقى كفاية ساعات، اجي اقول كده، اقول كده كام، لما اجي اقراه اقول 6515 من 100. اقول ايه؟ 6515 من 100. يبقى الارقام الصحيحه 6500، والرقم الكسري هو 15%. معلش انا اتقلت عليكم في الحته دي، بس عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين الديسيمال بوينت وما بين الكوما او الساوزند سيباريتور. تعال ناخد مثال. انا عايز احول احد الاعمده اللي عندي اللي من النوع النمبر اللي اسمها السالري، عايز احولها لكاركتر، عايز احولها ايه لكاركتر، ليه؟ يمكن يكون بغرض الطباعه، فانا عايز الرقم يطلع بشكل معين او بفورمات معين. طيب تمام قوي. تو كار قلنا ان هي برضو بتاخد تو ارجيومنتس، يا اما الرقم اللي انا عايز احوله، يا اما نوع الكولن او الكولن اللي من النوع النمبر اللي انا عايز احوله الى كاركتر بغرض الطباعه او اظهاره بشكل او فورمات معين. طيب نبص كده بقى مع بعض. ده الارجيومنت التاني اللي هو ايه؟ الفورمات بتاع النمبر اللي عايزينه يطلع. طب تعالى نشوف، طبعا علامة السنجل كوتيشن ما ننساش، دي علامة الدولار ساين، يعني انا عايز الرقم يطلع في علامة الدولار. ايه دي؟ ما حدش يقول لي 99. دي ايه؟ دي مش 99، امال دي ايه؟ دي رمز. معناه، معناه ايه؟ هنشوف معناه ايه. دي علامة الايه؟ الالاف، اللي هي اسمها ايه؟ ايوه الساوزن سيباريتور. يبقى الارقام اللي بعديها دي الاف، معناه ان انا عايز اطلع ارقام الالاف عباره عن رقمين فقط، رقم الالاف يطلع رقمين فقط. تمام. بعد علامه الالاف عندي 3 تسعات، برضو ما اسمهمش 3 تسعات، دول 3 رموز. قلنا التسعه بتمثل رقم، معناه ان انا عايز بعد قبل علامه الالاف يظهر 3 ارقام فقط. دوت يعني ايه؟ ايوه دي الديسيمال بوينت، يعني اللي بعديها دي الارقام العشريه او الارقام الكسريه. زيرو زيرو دي بقى يعني ايه؟ زيرو زيرو دي قلنا ان الزيرو بيجبرك على اظهار الاصفار. طب ليه بيجبرني؟ تعالى كده نرجع شويه للرياضه. انا لو جيت كتبت كده وقلت دي يعني ايه؟ يعني 6. طب ما انا ممكن اكتبها كده وتبقى 6، ليه اظهر الكسور؟ انا ما بظهرش الكسور الا في حاله اذا كان في كسور فعليه، اصل 0 0 دي يعني ما فيش كسر، يعني دي رقم صحيح 6. لكن امتى اظهره؟ لما اجي اقول مثلا 6.10 من 100، كده يبقى لازم اظهر الكسر، لكن هنا مش في حاجه لاظهاره. لكن لو قلت له 0 معناه ان انا بجبره، اظهره حتى لو كانت القيمه 0، يعني اظهر الارقام الكسريه حتى لو كانت القيمه 0، يعني قيمه مهمله اظهرها برضه. زي المثال اللي عندنا اهو، اظهر قيمة الكسر رغم انه اصفار، يعني مش مفيد، يعني كنت اقدر اكتب 6000 كده، كنت اقدر اكتب 6000 كده خلاص الموضوع انتهى. ليه بقى اظهر الكسور؟ لا انا بالاصفار دي اجبرته ان يظهر الارقام الكسرية حتى ولو كانت قيمة مهملة. طب ما تيجي كده نجرب الكلام ده ونشوف، تعال نلعب شوية. بص حضرتك كده، نتأكد بس كده، كونكت اتش ار على اتش ار عشان ما يخرجش بره السيشن تاني. خلاص الراجل قال لي انت كونكتد اتش ار على الاتش ار، فاجي اقول له ايه مثلا؟ سيلكت تو كار. مش حد ينبهني ان نسيت حاجه يا جماعه، مش حد يعني قاعدين كده بس. طيب تو كار السالري، ونحط الفورمات. تعالى نشوف، عايزين نظهر علامة الدولار ساين جنب الرقم، عايز الأرقام الآلاف تطلع رقمين، أدي الساوزن سيباريتور، بعد كده خانات المئات، بعد كده نحط الفلوتينج بوينت أو الديسيميل بوينت، ونحط الأصفار عشان نجبره لإظهار الكسور حتى لو كانت قيم مهملة، ونقفل القوس بتاعنا ونسميه أي حاجة أستيست برضو. طبعا احنا قلنا تيست ده ايه؟ ده عبارة عن اليس from جدول ال employees. execute. الراجل قال لي انت عندك مشكلة،
invalid number format عشان كانت المسافة اللي واخدها الزيادة، لأن ما ينفعش مسافات في الأول. الراجل طلع لي الأرقام، تعالى كده نعرض بالمرة بالمرة يعني select salary عشان نشوف الفرق ما بين الأرقام اللي احنا طلعناها. بص حضرتك كده الرقم كان 2600، بص الراجل كتب 2600 ازاي، حط علامة الدولار ساين زي انا ما قلت له، حط علامة الدولار ساين زي انا ما قلت له. بعد كده قال لي علامة الالاف 2، ممتاز. بعد كده الارقام المئات تظهر في شكل 3 ارقام، 600. بعد كده قلت له من فضلك اديني الارقام الكسرية حتى لو كانت قيم مهملة، ده معنى كلمة الصفر، فعشان كده راح حاططها لي رغم ان قيمتها مهملة صفر. طب ما تيجي كده نشيل دول ونشوف ايه اللي هيحصل. كده انا قلت له ما تظهرليش كسور، واخد بالك انت؟ اكسكيوت. الراجل قال لي ايه؟ 2600 2600 4400، ما ادانيش اي كسور، ما ادانيش اي ايه، ما ادانيش اي كسور. طب ما تيجي هنا نحط فلوتنج بوينت، وبدل ما اقول له اصفار حط لي السيمبلز او الرموز بتاعت التسعه. تعالى كده نشوف هيعمل ايه الراجل. الراجل عمل ايه؟ ها، اظهر لي قيم الكسور برضو لما قلت له 9 9. ليه؟ لان قلت له انا محتاج رقمين بعد الايه، ها، بعد علامة الديسيميل بوينت. يبقى هنا 9 9 قامت بدور الزيرو بالظبط، يبقى 9 9 او الرمزين دول قاموا بدور الزيرو بالظبط. لكن طبعا استخدام الزيرو زيرو مع الكسور افضل عشان يجبر قاعدة البيانات ان يعني ميبقاش عندها اختيار ان هي لازم تحط قيم كسرية في الاخر. طيب تمام اوي، يبقى اعتقد كده الجزء اللي خاص بيه الارقام سهل جدا. طب تعالى وليكن مثلا نحط هنا 0 0، تعالى نغير شويه، ليكن مثلا انا عايز يحط ال دوت اي، يحط جنيه مصري. تعالى كده نشوف هيرضى مرضاش. ليه بقى؟ ها، علشان اعتبر ان الدوت دي جزء من الرقم، فقال مفيش حاجه اسمها ال دوت اي، فقال ما فيش حاجه اسمها ايه ال دوت اي، لان ده مش شكل فورمات بتاع الرقم. ثانيا ال اي دي مش سيمبل، دي مش رمز، دي حروف. اوعى حد يفتكر ان ال اي دي رمز، لا 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 لا، دي حروف. لكن علامه الدولار ساين دي رمز، دي سيمبل. لكن طب علشان اتلافى الموضوع ده اعمل ايه؟ طب ما تيجي كده نجرب حرف ال اللي هو قال لنا عليه. تعالى كده، جميل جميل جميل. حرف ال L معناه حط اللوكال كارنسي. انا واضح ان انا عندي مشكله في اعدادات اللغه الخاصه بجهاز الكمبيوتر بتاعي، واضح كده ان فعلا في مشكله، يعني ان هو مش قادر يتعامل مع الارقام والتواريخ والكلام ده، هتظهر عندكم طبعا ان شاء الله. ال دي معناها اديني اللوكال كارنسي، يعني انا لو في جهاز الكمبيوتر بتاعي، في جهاز الكمبيوتر بتاعي انا مظبط اعدادات اللغه والتاريخ والكلام ده هتظهر لي. طب منين الكلام ده؟ اهو كنترول بانل اهي، هنجيب ريجنال اند لانجويج اوبشن، عندي الكاستمايز اهي الكرنسي، اعدادات العمله. اللوكال كرنسي بتاعتك فين؟ الكرنسي سيمبل دولار، الكرنسي سيمبل بتاعك دولار، تقدر تغير جنيه مصري يورو وتغير اعدادات الكرنسي بتاعتك، زي ما تقدر تغير اعدادات الديت. احنا عندنا هنا مثلا ماشيين او اعدادات الكمبيوتر، عندي ام يعني المانث الاول، بعد كده الدي يظهر حرف واحد، وبعد كده الير، عشان كده التاريخ زي ما انتم شايفينه كده طالع 14/11/2008. تمام كده، يبقى عرفنا منين بنغير اعدادات اللغة والكلام ده. طيب تمام اوي، نرجع لموضوعنا مرة تانية ان شاء الله الحاجات دي هتشتغل عندكم باذن الله. هي بس واضح ان انا عندي مشكلة في اعدادات اللغات عند جهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب نكمل كلامنا. نستد فانكشن، يعني ايه نستد فانكشن؟ يعني انا ممكن استخدم في الكود بتاعي تو فانكشنز مع بعض متداخلين. كلمه نستد يعني متداخله، فانكشنز متداخله مع بعضيها. يعني انا ممكن مثلا استخدم تو كار والانستر مع بعض. احنا اتكلمنا على الكلام ده في الحلقه اللي فاتت. طب ما تيجي نشوف الكلام ده، تعالى نراجع عليه مره تانية. بص بقى حضرتك كده، اتكئ على الكرسي وركز معايا كويس جدا. بص يا فندم، نستد فانكشن يعني الوظائف المتداخله،
تخيل الكود بتاعي في سطر واحد بستخدم فيه 3 فانكشن ابر وكونكيت وسبستر. يا خبر ابيض، 3 بيشتغلوا على اللاست نيم يا عيني. 3 فانكشن على نفس العمود في وقت واحد. طيب يا باشمهندس، لما اجي اقرا الكود ده اقرا ازاي؟ اقول لك في حاله استخدام النستد فانكشن تقرا الكود من جوه لبره. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك اقرا لي الكود ده تقراه لي كده سابستر لاست نيم 1 و8 كونكات، النتيجه اللي هتطلع من اللي انت عملته في السابستر دي هتدمجها مع كلمة underscore us عشان الكونكات بتاخد 2 argument، ادي 1 وادي 2. تمام. بعد كده خلي الناتج بتاع اللي انت طلعته ده كله بتاع كونكات ده كله كده خليه لي ابر كيس، يعني خلوا لي الحروف كلها كابيتال. ايه ده يا خبر ابيض، معقول؟ معقول. لما اجي اقراها سابستر لاست نيم 1 و8 طلعت نتيجه، هيروح الاوريكل عامل ايه؟ واخدها بيقول لي كونكات، يعني اجمعها زائد او الصقها بيه كلمه اندر سكور يو اس، وبعدين راح خدهم كلهم وخليهم لي كابيتال. طب ما تيجي كده نشوف الراجل هيعمل ايه. سابستر دي بتعد عدد الحروف من رقم الى رقم، يعني لو انا قلت له سابستر اللاست نيم من 1 الى 8 هيجيب لي اسم الشخص او اول 8 حروف من الشخص. يبقى ادي النتيجة هانولد اللي هو المثال الاولاني، هانولد ده اللي طلعته السابستر من 1 الى 8. هتقول لي هما دول 8 حروف يا باشمهندس؟ هقول لك يا سيدي هو اسمه 6 بس، خلاص مش مشكلة، هو الراجل كاتب من 1 ل 8 عشان لو حد اسمه كبير شوية. طيب كونكات يعني النتيجة اللي هتطلع الصقها بي كلمة اندر سكور يو اس، الصقها بي كلمة اندر سكور يو اس، هيروح واخدها كده عامل اندر سكور يو اس. بعد كده بيقول لك ابر، يعني خليهم كلهم كابيتال، هيروح واخد كل الحروف دي ويخليها كابيتال. ليه؟ اصل كلمه هانولد اول حرف بس فيها اللي كابيتال وبقيه الحروف كلها سمول، فهيخلي لك الكلمه كلها بقت كابيتال هانولد اندرسكور يو اس. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ عرفنا ان احنا قرينا الفانكشن ازاي؟ قريناها من جوه لبره، سابستر كونكيت بعد كده ابر. تعالى بقى لجزء مهم جدا 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 جدا، بيتكلم فيه عن حاجة اسمها الجنرال فانكشنز او الوظائف العامة. في الحقيقة انا عندي 4 وظائف مهمة جدا 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 من هنا لبكرة الصبح. انفال تو، نل اف، كوال اس. كوال اس ايه الكلام ده؟ تعالى نشوف ايه الانفال والانفال تو والنال اف والكوال اس. شوف ايه ال4 فانكشن دول، نشوف النال فاليو الاول. تعالى نشوف او نعمل سيلكت للعمود اللي اسمه كوميشن اي دي هنا. سيلكت الكوميشن، تقريبا اسم العمود كده كوميشن اندرسكور بي سي تي من جدول امبلويز. بص حضرتك كده، تعال نجيب اللاست نيم معايا، الناس ما عندهاش كوميشن، الكوميشن بنل. تعال نشوف بقية الناس بنل. تعال نشوف بقية الناس، ابتدت في ناس يظهر لها، يظهر لها ايه؟ يظهر لها كوميشن. تقول لي طب وايه يعني يا باشمهندس؟ هقول لك ولا يهمك يا راجل، تعالى بس كده هوريك مشكلة كبيرة قوي 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 بتظهر مع وجود النال فاليو. تخيل ان حضرتك لو جيت وعايز تحسب للناس كوميشن، كوميشن يعني عمولة، عايز تحسب لهم العمولة، فجيت قلت ايه؟ الراجل راح قال لك احنا نحسب للناس كلها عمولة 10% من المرتب.
طب دي احسبها ازاي يعني؟ هقول له نعمل اكسبريشن السالري هنضربه في 10%، صح؟ اهي عمولة اهي از، وندي له اسم كوميشن او مثلا تعالوا هنضرب السالري كل واحد هنضرب نسبة مرتبه في نسبة الكوميشن المحددة له. يعني مثلا لو انت نسبة الكوميشن بتاعتك 15% من مرتبك، فالمفروض ان احنا نجيب المرتب نضربه في 15% يطلع نسبة الكوميشن. فتخيل ان انا هضرب عمود السالري في العمود اللي اسمه كوميشن بي سي تي. بص حضرتك كده ايه اللي هيحصل، اكسكيوت، تعال نجيب السالري بالمرة. بص يا فندم بقى اللي هيحصل، بص المشكلة الكبيرة. احنا اتكلمنا عن النال فاليو قبل كده وقلنا ان النال فاليو دي ايه؟ يعني ايه نال؟ بص حضرتك دي فاضية بتسمى نال فاليو. يعني ايه نال فاليو؟ قيمة غير متاحة او غير موجودة في الاصل. يعني دي مش زيرو؟ لا مش زيرو. طب ليه؟ عشان لما المفروض اجي اضرب السالري في زيرو يطلع لي صفر، لكن المشكلة انه ما طلعليش ناتج هنا في العمود بتاع السالري في الكوميشن في نسبة الكوميشن. اه صح، يعني القيمة دي مش صفر. اه مش صفر ولا القيمة دي نص. ليه؟ ده حاجة انافيلابل غير متاحة. ده انا لو خدت سبيس، اللي سبيس بتعتبر نص، فما اقدرش اقول حتى ان هي سبيس، ما اقدرش اقول ان هي مكان فاضي، ما اقدرش اقول ان هي سبيس خدته بعلامه المسطره. ليه؟ لان السبيس دي تعتبر كاركتر حرف. اذا ده بتسمى unavailable value، يعني قيمه غير متاحه. طب ايه علاقه العمليات الرياضيه بالنال فاليو؟ اي حاجه بتخش في عمليه حسابيه مع النال فاليو يبقى الناتج نال فاليو على طول. يعني ايه؟ يعني لو جيت تجمع السالري زائد نال فاليو هيديك نال، لو جيت تضرب السالري في نال فاليو هيديك نال، لو جيت تقسم السالري على نال فاليو هيديك نال فاليو. اذا النال فاليو لما بتخش في اي عمليه حسابيه بتخلي مجموع العمليه الحسابيه بالكامل بنال، والدليل قدامك. جيت تضرب السالري في الكوميشن نال فاليو، يعني هو مش فاهم المفروض يديك كام يعني. طب ما هي دي مشكله، دي مشكله. طب ايه الحل؟ انا عايز اتلافى مشكلة ان لما اضرب حاجة في النال فاليو دي روح مطلع لي قيمة عجيبة. الحل في الفانكشن اللي اسمها نال، الحل في الفانكشن اللي اسمها انفال، يعني نال فاليو. طب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ كل الحكاية بتقول لك لو انت عندك عمود زي الكوميشن بي سي تي بيحتوي على نال فاليو كوما تقدر تحط له قيمة عشان لو عايز تستخدمه في عمليات حسابية، وانت اللي تختار القيمة. مثال اللي قدامك، بقول له نال فال، النال فال دي بتاخد ايه؟ تو اكسبريشن، ادي واحد او تو ارجيومنت، واحد اتنين كوميشن بي سي تي ده اسم العمود اللي بيحتوي على النال فاليوز، وبقول له استبدل اي حاجة فيها نال فاليو بصفر، والصفر ده رقم فيقدر يخش في العمليات الحسابية. وممكن استخدمه مع الأعمدة اللي من النوع الديت، فأقول له أي حد مالوش تاريخ يعني بنال فاليو استبدله وحط أنت التاريخ 1 يناير 97. بس ليه حطيته ما بين سنجل كوتيشن؟ عشان ده تاريخ. روح على عمود الجوب أي دي، وأي حد عنده نال فاليو يعني ما عندوش جوب اي دي تروح انت كاتب قدامه نو جوب يت، يعني لسه ما تحددلوش وظيفه. جميله قوي الفانكشن دي، يعني انا اقدر اتلافى المشكله دي. تعالى اه تعالى بقى نشوف احنا الحركه الظريفه دي. يعني انا لو جيت هنا قلت له في نال فال الكوميشن، يعني بقول له لو سمحت اضرب السالري في الكوميشن، اهو اضرب السالري في الكوميشن، بس لو اي حد في الكوميشن نال فاليو يعني ما عندوش كوميشن اديله انت
10%، يعني اللي هي بتساوي 10 من 100. الله، جميلة أوي. ونسمي ده مثلا الكوميشن أو كم، كفاية. تعالى كده نجرب. بص ايه اللي حصل. ادي السالري 2600 جنيه، اهو جه يضربه في الكوميشن. الراجل ده جه يضرب في الكوميشن، الكوميشن بنال فاليو، يبقى القيمة هتطلع كام بنال فاليو؟ اقول لك لا، ما انا قلت له اي حد تلاقيه له عنده نال فاليو حط له كام، صح، 10%. فالراجل راح عامل ايه؟ كأني بقول له اضرب السالري في اللي عنده كوميشن، واللي ما عندوش حط له 10% كوميشن. فالراجل راح عامل ايه؟ 2600 في 10% بتساوي 260 جنيه. 2600 في 10% ب 260 جنيه، دي نسبة الكوميشن بتاعته. طب 4400 في 10% ب 440، 13000 في 10% 13000. ده بالنسبة للناس اللي ما عندهاش كوميشن. اما الناس اللي عندها كوميشن، الراجل ما عملش كده. 14000 في 4 من 10 ب 5600. ليه؟ لان ده عنده، فمش هيحط له 10%. بص ده عشان ما عندوش 2500، عشان ما عندوش هيحسب له 10% اللي هم 250. 250 دي 10% من 2500. اما ده عشان عنده، حسب له نسبة الكوميشن بتاعته بس. جميلة قوي 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 دي، صح؟ تمام قوي. يبقى عرفنا ان الفاليو دي بتعمل ايه، عرفنا ان الفاليو دي بتعمل ايه. جميلة جدا جدا جدا. خلاص، ممكن استخدامها مع نوع البيانات الديت، ومن نوع البيانات النمبر، ونوع البيانات الكاركتر. بس طبعا القيمة اللي هتوضع في العمود لازم تبقى قيمة مناسبة، يعني عشان ده عمود من النوع الديت فانا حطيت له بيانات ديت، عشان ده نوع من البيانات الكاركترز او السترينج فاليوز يبقى هحط له بيانات سترينج، عشان ده من النوع النمبر فانا حطيت له بيانات من النوع النمبر. تمام. ده بقى بالنسبة للنال فاليو. طيب وخلاص وشفنا مثالية، تعالى بقى نشوف ان فال 2 دي بقى بتعمل ايه. ان فال 2 دي بتقول لك بكل بساطة، تعالى كده نجيب الاكسبريشن بتاعها. ان فال 2 بتقول لك ايه؟ لو انا عندي عمود، ادي الاكسبريشن الاولاني، ماله القيمة فيه مش نل، طب يعمل ايه؟ يحط القيمة دي. طب لو نل يروح حاطط القيمة دي. تاني، لو انا عندي عمود مش نل هيروح حاطط القيمة دي، طب لو نل هيحط القيمة دي. الدنيا ملخبطة شوية، تعال نشوفها في مثال. بص يا فندم، بقول له ايه؟ خد بالك، انا دلوقتي ال n val 2 بتاخد 3 اكسبريشن، 1 2 3. تعال نشوف المثال. بص بقول له ايه؟ بص على العمود اللي اسمه الكوميشن ده، الاكسبريشن رقم 1، لو مش نل يعمل ايه؟ ها، اجمع السالري او حط قيمه سترينج، قول لي السالري زائد الكوميشن. ليه؟ ما هو طالما ده مش نل يعني في بيانات، اذا ممكن اجمع السالري على الكوميشن. ما احنا قلنا لو بنل مش هيجمع، هيطلع قيمه نل، صح؟ تمام. طيب لكن لو بنل يعمل ايه؟ ما انا عندي احتمالين، مش نل ونل. طب بص اهي، دي مثلا لا يساوي نل، يعني هجمع السالري زائد الكوميشن. طب افرض بي يساوي نل، حط لي السالري بس. ليه؟ علشان انا اصلا، ها، لو جمعت اي حاجه على نل فاليو هتطلع بنل، فعشان كده قلت له لا ما تطلعليش نل، حط لي السالري بس. طب ما تيجي نشوف الكلام ده كده، تعال نشوف الكلام ده مع بعض في حاله عمليه. بص يا فندم، خد بالك، سيلكت اللاست نيم والسالري والكوميشن. بص يا فندم، عايز اقول له وان فال 2 ونفتح قوس. بص يا فندم بقى هنعمل ايه؟
نقول له روح حضرتك بص على العمود اللي اسمه كوميشن بي سي تي، لو هو مش بنال يعمل ايه؟ مش الاول يعني، لو هو مش بنال فاليو يعمل ايه؟ هيروح يجمع السالري او يضرب السالري في نسبة الكوميشن، اهو يضرب السالري في الكوميشن عشان يطلع لي النسبة، وهنسميها بيرسنت يعني نسبة الكوميشن، ولا اقول لك مش لازم نسميها عشان يبان في رأس العمود انت عملت ايه. طيب يبقى لو مش بنال روح اضرب السالري في الكوميشن. طب لو بنال، ما انا لو بنال زي دي لما اجي اضرب السالري فيها هتطلع لي نال فاليو، يبقى ما ينفعش. فانا عايز اقول له في حالة لو هي بنال يتصرف، ما انا عايزه يتصرف يعمل ايه، انا مش عايزه يطلع لي نال فاليو، هقول له اكتب لي السالري بس، يعني الراجل ده مالوش كوميشن، يعني الراجل ده ماله، مالوش كوميشن صح كده؟ صح، مالوش كوميشن، فحط لي السالري، هو ده مرتبه اللي هيقبضه. طيب تمام قوي، تعال نشوف الكلام ده هيتنفذ ولا لا. اكسكيوت. بص حضرتك يا فندم، الراجل ده ليه سالري بس مالوش كوميشن، عشان كده ايه، نفذ الشرط الاول، نفذ الشرط التاني، بص على الكوميشن لقى ما عندوش، راح حاطط لي السالري بتاعه بس، عشان كده ده 2600 يعني هيقبض 2600، حط لي السالري بس. الراجل ده ما عندوش كوميشن، يعني الشرط التاني اللي اتنفذ يحط السالري بتاعه بس، راح حاطط السالري بتاعه بس. طب تعالى بقى نشوف الناس اللي عندهم كوميشن ايه اللي حصل معاهم. بص بقى الراجل، بص كده حضرتك، راح بص على الكوميشن لقى عنده، طالما لقى عنده يبقى يضرب السالري في الكوميشن، راح الراجل ضارب ال 14000 في 4 من 10، راح مطلع لي ايه نسبة الكوميشن بتاعته، الراجل ده هياخد 5600 جنيه كوميشن. تمام؟ تمام، جميل جدا 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 جدا، اعتقد ان الموضوع ما فيهوش مشكلة. تمام؟ وعشان نبقى اكثر دقة، لو عايز يطلع الراجل ده المفروض يقبض كام، اجمع السالري زائد الكلام ده كله، اهو الراجل ده 2600، اه احنا كده يبقى جمعنا السالري، خلاص ملهاش لازمه عشان كده احنا جمعنا السالري مرتين. طيب هي اكسكيوت كده تبقى اوضح اكتر، يبقى الراجل ده عشان ما عندوش كوميشن فحط لي السالري بتاعه بس، اما الراجل ده علشان عنده كوميشن ماشي ابتدى يحسب لي ليه درجة كوميشن. طيب كويس اوي، تعالى نشوف بقية الفانكشنز اللي موجودة عندي. نل اف، طبعا احنا كلنا عارفين ان في قاعدة مشهورة قوي في البرمجة اسمها اف، حتى في اللغة الانجليزية، فنيجي مثلا نقول اف حصل كذا اذا افعل كذا، اف ذاكرت كويس then هتنجح، اف يعني لو لقيت مثلا اللون الاحمر then اكتب احمر. تمام قوي، نال اف الى حد ما شبيهة، يعني مش شبيهة قوي، ولكن تعال نقول نال اف مهمتها هي عملية مقارنة ما بين حدين. يعني ايه عملية مقارنة ما بين حدين؟ يعني عندي قيمتين عايز اقارن ما بينهم، لو القيمتين متساويين يطلع قيمة معينة، ولو القيمتين مش متساويين يطلع قيمة أخرى. طب ازاي؟ زي الناس. تعال نبص على النال اف الاكسبريشن بتاعها، بتاخد تو اكسبريشنز بس اللي هما حدي المقارنة، ادي الحد الاولاني وادي الحد التاني، هقارن ما بين زيد وعبيد، خليل ومحمود، سوسن ووفاء، اتنين بقارن ما بينهم. طب ازاي اقرا الكلام ده في الكود؟ بص حضرتك الراجل بيقول لي هات الفيرست نيم ولينس الفيرست نيم،
يعني ايه لينس الفانكشن دي فاكرين؟ يعني بتطلع عدد الحروف بتاعت الاسم الاولاني للموظف وهيدي له الياس، ده الياس هيسميه اكسبريشن 1. وهات اللاست نيم ولينس اللاست نيم، يعني هات لي ايه عدد الحروف بتاعت الاسم الاخير للموظف وهندي له الياس نسميه اكسبريشن 2. ادي الحدين بتوعي، الحدين هما فين؟ ها عدد الاحرف بتاعت الاسم الاولاني وعدد الاحرف بتاعت الاسم التاني. فالراجل جه قال ايه؟ نال اف، يعني قارن ما بين ايه؟ عدد الاحرف بتاعت الاسم الاولاني للموظف وعدد الاحرف بتاع الاسم التاني للموظف، وهنديله الياس نسميه ريزلت. يبقى الراجل عايز يقارن ما بين الكلام ده، فادي اسم الموظف الاول وادي عدد احرفه، ادي الاسم التاني للموظف وادي عدد احرفه. الراجل عايز يقارن ايه ما بين الاتنين دول؟ عايز يقارن ما بين عدد الاحرف بتاعت الاسم الاول اللي هو ده وعدد الاحرف بتاعت الاسم التاني اللي هو ده. خد بالك بقى نال اف دي بترترن ايه او بترجع ايه؟ خد بالك لو الاتنين مش متشابهين يجيب الحد الاول تاني، في حالة عدم التشابه يعني عدم التساوي يجيب اكسبريشن 1. طب لو متساويين يطلع نل، يعني في حالة عدم التساوي يحط قيمة الحد الاول من المقارنة، في حالة التساوي يحط ايه نال فاليو. طب تعالى نشوف الكلام ده، تعالى نشوف الكلام ده. عدد الاحرف هنا 6، عدد الاحرف هنا 4، الاتنين متساويين، لا عشان كده جاب الحد الاول 6 اللي هو ده. الحد الاول هنا 5، الحد التاني 7، متساويين، لا راح جايب الحد الاول اللي هو 5. هنا الاسم 5، عدد الحروف 5، وهنا عدد الحروف 5، متساويين، اه متساويين، راح ريتيرن النال فاليو، راح ريتيرن الايه نال فاليو. اذا النال اف هي بتستخدم في عمليات المقارنه، في حاله عدم التساوي بيحط الحد الاول، في حاله التساوي بيحط النال فاليو. طيب تمام قوي، تعال نشوف الفانكشن اللي بعديها اسمها كوال اس. كوال اس دي جميلة جدا جدا جدا، بتقوم بنفس وظيفة الفانكشن اللي كان اسمها نال فاليو او ان فيل، بتقوم بنفس الوظيفة بتاعة الان فيل. طب طالما بتقوم بنفس الوظيفة جبناها ليه؟ لا لا لا، واحدة واحدة، لكن عندها ادفانتج، ميزة افضل من النال فاليو. تعال نرجع للنال فاليو كده عشان نتعرف على الميزه اللي عند الكوال اس. نال فاليو كانت بتعمل ايه؟ بتقول لك لو عندك عمود فيه نال فاليو يا ريت تستبدل النال فاليو بقيمه اكس وشكرا. تاني، لو عندك عمود بيحتوي على نال فاليوز يا ريت تستبدل النال فاليو بالقيمه اكس، ما بتديكش اوبشنز تانيه، هي قيمة واحدة اللي ممكن استبدالها. أما الكوال اس خالص عكس تماما، بتعمل ايه بقى؟ بتديك اوبشن زيادة، بتديك ايه اوبشن زيادة. طيب انا اسف انقطاع، نرجع لكلامنا مرة تانية، تعالوا نشوف كده الكوال اس دي بتعمل ايه. بص حضرتك كده، ادينا جينا للسينتكس مرة تانية. كوال اس بتاخد more than one expression، لغاية عدد expressions n. بتعمل ايه بقى وايه الميزة اللي فيها عن النون فاليو؟ تعال حضرتك كده بص معايا. الكوال اس، الكوال اس بتقول انا باخد مجموعة من الاكسبريشن، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة الى n،
الى ان من الاكسبريشنز، الى ان من الاكسبريشنز. طيب بص يا فندم، كوال اف بتقول بص على المانجر اي دي، لو لقيتني بنل حط مكاني الكوميشن، لو لقيت الكوميشن بنل حط مكانها سالب واحد. سهلة دي؟ سهلة. تاني، لو المانجر اي دي بنل يحط ايه؟ ها لو نفتكر النال اف، النال فاليو او الان فال كانت بتقول ايه؟ لو المانجر اي دي بنل حط بس مكانها الكوميشن، لكن ده انا بتديني اوبشن تاني. طب لو الكوميشن طلعت بنل حط مكانها قيمه تانيه سالب واحد، او ممكن اقول له حط مكانها اللاست نيم. طب لو اللاست نيم بنل مش عارف حط مكانها ايه، طب لو لقيت ده مش عارف ايه ده بنل حط مكانها اكس، لو لقيت اكس بنل حط واي، لقيت واي بنل حط الان، تحط قيم كتيرة قوي 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 انت تقدر تستخدمها لغاية expressions number n. طيب ده في حالة null. طب لو المانجر اي دي مش بنال يحط المانجر اي دي وما يكملش الباقي، يبقى ده كله ما يكملش. ليه؟ لان المانجر اي دي ما طلعش بنال. امال امتى بيكمل ويروح على الكوميشن؟ يبتدي يروح على الكوميشن لو المانجر اي دي بنال، لكن طالما مش بنال خلاص، طالما مش بنال خلاص. تعال نشوف مثال حلو كده على الكلام ده. بص يا فندم، سيلكت اللاست نيم والمانجر اي دي والكوميشن وكوال اس المانجر اي دي والكوميشن سالب واحد. يعني ايه؟ شوف لي المانجر اي دي، لو المانجر اي دي بنال حط لي مكان الكوميشن، لو الكوميشن بقى بنال هي كمان حط لي سالب واحد وريحني. لكن لو المانجر اي دي مش بنال خلاص بقى ما تروحش هنا، حط لي قيمة المانجر اي دي. بص كده، تعال اللاست نيم المثال بتاعنا بيقول ايه؟ بص على المانجر اي دي، بصينا على المانجر اي دي، لو مش بنال حطه، فعلا هو مش بنال في قيمه 124 فرحت حطه. تمام الراجل تمام، ما كملش، ما راحش على الكوميشن ولا على السالب واحد. ليه؟ عشان لقى المانجر اي دي فيها قيمه اهي. لكن تعال نبص مثلا لكينج رئيس مجلس الاداره، قلت له بص على المانجر اي دي، راح بس على المانجر اي دي لقى ايه؟ بنال زي ما انتم شايفين. عمل ايه؟ قال له حط مكان الكوميشن، راح يبص على الكوميشن لقاها هي كمان بنال. الراجل زهق، طب يعمل ايه؟ قال له خلاص حط سالب واحد، راح رايح حاطط سالب واحد. اعتقد ان المثال ده سهل جدا وبيفهمك القصه عباره عن ايه. بص على كذا، بص على المانجر اي دي اهي، لقيتها بنال، لا مش بنال خلاص حطها زي ما هي وريحني ما تكملش الباقي. لكن لو لقيتها بنال، طب بص على الكوميشن، لقيت الكوميشن بنال حط لي سالب واحد بقى وريحني من القصه دي. اذا الكوال اس هي نفس الان فاليو، ولكن بتديك اوبشنز زياده، بتديك اوبشنز اعلى واختيارات اكبر. طيب نكمل كلامنا عن بقيه الفانكشنز اللي موجوده. القلم بتاعنا جري ولا ايه؟ اهو الكونديشنال اكسبريشنز او التعبيرات الشرطيه. كنا بنتكلم من شويه وقلنا عندنا قاعده اسمها اف. قاعدة اف دي مش بنستخدمها جوه السيكوال، ملهاش استخدام جوه السيكوال، لكن ان شاء الله لما نيجي نشرح البي ال سيكوال هنتكلم عليها. ايه اف ذن الس؟ يعني كده بقول له اف ان اكس بتساوي واحد، ذن يعني اتفضل اعمل حاجة معينة. يعمل ايه؟ يكتب ايه؟ هقول لك استنى قبل ما يكتب دي عشان نشوف حاجة. اف اكس بتساوي واحد، النتيجة ايه؟ عندك احتمالين، يا اما يس هتساوي واحد فعلا، يا اما نو مش هتساوي. صح؟ صح. طب تعالى ناخد كل احتمال ونقول لقاعدة البيانات بتاعتك هتعمل ايه. فإف اكس بتساوي واحد، يعني لو الشرط ده يس اتحقق، زين يعمل ايه؟ زين طلع مثلا وليكن مسج اول يس. إلس يعني ايه إلس؟ يعني لو ما بتساويش طلع مسج قول نو. وبعد كده لازم نقفل الاف بحاجة اسمها اند اف. عادي جدا، اي شرط في الدنيا ليه احتمالين لتحقيقه، يا اما يس يا اما نو. في حالة يس هيعمل حاجة، في حالة نو هيعمل حاجة. بما ان اف ما بنستخدمهاش جوه السيكوال، احنا عندنا تو فانكشنز او اكسبريشن وفانكشن.
بيقوموا بنفس عمل اسم. اكسبريشن اسمه كيس وفانكشن اسمها ديكود. اكسبريشن اسمه كيس وفانكشن اسمها ديكود. تعال بقى نشوف دول بيعملوا ايه. ناخد الاكسبريشن اللي اسمه كيس، ناخد الاكسبريشن اللي اسمه كيس. الراجل ده بيقول ايه؟ سيبك من جملة السيلكت والكلام اللذيذ ده، تعال نطبق اللي قلناه على قاعدة اف على الكيس. ادي اسم الاكسبريشن كيس، يعني في حالة، في حالة ايه؟ ان الجوب اي دي، يعني في حالة الجوب اي دي لما يكون تاني، في حالة ان الجوب اي دي لما يكون اي تي بروجرام زن، يعني اعمل اضرب السالري في 10%، اضرب السالري في 10%، يعني احسب له 10% عمولة على مرتبه. يعني اي واحد اي تي بروجرامر، اي واحد اي تي بروجرامر هيتحسب له 10% من مرتبه عمولة. في حالة ان الجوب اي دي عندما يكون اس تي كليرك، يعني محاسب، زن احسب له 15% عمولة. جميل. كيس في حالة الجوب اي دي ماله؟ عندما يكون سيلز ريبريزنتيتيف، يعني مندوب مبيعات، زين يعمل ايه؟ احسب له 20% عمولة، هياخد من مرتبه 20% عمولة من قيمة مرتبه. إلس يعني ايه إلس؟ يعني لو مش بروجرامر ولو مش محاسب ولو مش مندوب مبيعات ماله؟ حط السالري بس، يعني الناس دي ملهاش عمولة. اي حد تاني غير اللي الجوب تايتل بتاعه بروجرامر او محاسب او سيلز ريبريزنتيتيف مش هيتحسب له عمولة. اند يعني نهاية الجملة بتاعتي، وهندي لكل الكلام ده الياس هنسميه ريفيرس او ريفايزد سالري. هنسميه ايه؟ ريفايزد سالري، ده الياس. يبقى تاني كيس، يعني في حالة الجوب اي دي ماله؟ عندما يكون اي تي بروجرامر يعمل كذا، في حالة لما يكون كليرك يعمل كذا، في حالة لما يكون سيلز ريبريزنتيتيف هيعمل كذا. طب لو هو واحد مش من التلاتة هيحط السالري بس. اند يعني انتهت الكيس او انتهى الاكسبريشن، انتهى التعبير يعني. خلاص شكرا، خلاص شكرا، الموضوع سهل جدا مفيهوش اي مشكلة خالص. تعال نشوف الراجل لقى اي تي بروجرامر هيعمل ايه في حالة اي تي بروجرامر يحسب 10% من مرتبه. ففعلا 10% من ال 4200 420 جمعهم على المرتب بقى 4620. طب تعالى اس تي مان، اس تي مان ده لا هو بروجرامر ولا كليرك ولا ريب، فعمل ايه؟ نزله مرتبه زي ما هو 5800 المرتب، راح منزله زي ما هو، ما حصلوش اي نسبة عمولة. جميل قوي، ده بالنسبة لكيس سهلة جدا. طب ما تيجي نشوف دي كود. دي كود لذيذة جدا جدا جدا، برضه بتعمل نفس الموضوع. بص بيقول لحضرتك ايه؟ facilitates conditional inquiries by doing the work of case expression او if then else. يعني دي كود هي هي الكيس اكسبريشن، هي هي if then else اللي هنستخدمها في البي ال سيكوال. بص يا فندم بيقول لحضرتك ايه؟ برضه دي كود في حالة الجوب اي دي ماله؟ اي تي بروجرامر كوما، يعني هيعمل ايه؟ يضرب المرتب في 10% عشان يحسب له عمولة. دي كود في حالة الجوب اي دي ماله؟ كوما اي اس تي كليرك يحسب 15% كوما. خد بالك هو شكل السنتكس مختلف عن كيس. ها في حالة الجوب اي دي سيلز ريبريزنتيتيف يحسب 20%. في الاخر دي هو ما بيقولش إلس، بس خلاص دول في حالة تحقق الشرط. اخر تعبير عندك هو في حالة عدم تحقق الشرط، يعني في حالة لو مش بروجرامر ولا كليرك ولا ريب، فقال لك خلاص في الاخر حط ايه؟ حط السالري بس
واديله الياس هنسميه ريفيست سالاري، برضه الراجل هلاقيه مطلع نفس النتيجه. اي تي بروجرامر حسب ال 10%، الراجل اس تي مان ده مش موجود في الشرط، عشان كده نزل مرتبه زي ما هو. اكسبريشن وفانكشن مهمين جدا 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 جدا، كيس اكسبريشن وديكود فانكشن، والاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه. تمام تمام قوي. ده مثال تاني على الديكود فانكشن، ولكن باستخدام نستد فاليوز، او سوري نستد فانكشن. ليه يعني ايه نستد فانكشنز؟ يعني فانكشنز متداخله، الترانك والديكود دول تو فانكشن. الترانك ده بيعمل ايه؟ ها، كان بيطلع الارقام صحيحه، بس كان بيشيل الكسور، كان بيشيل ايه؟ كان بيشيل الكسور. فبقول له اقسم السالري على 2000. ها، ده الاكسبريشن الاولاني بتاع فانكشن ترانك، وده زيرو، معناه ان طلع لي الرقم صحيح. يعني لو انا عندي رقم 80 و20 من 100، الراجل هيعمل ترانك، يعني هيشيل ده خالص ويطلعه لي 80 بس. تمام. دي كود بقى، دي كود ايه؟ دي كود الناتج اللي هيطلع من عملية الترانك اللي تمت. يعني بقول في حالة السالري طلع بصفر، يبقى تحط له كوميشن صفر. في حالة لو طلع ناتج القسمة بتاعت السالري على 2001، هيدي له 9%. لو طلع 2 20%. فبقول له ايه؟ كأني بقول له بالظبط اي حد نسبة قسمة السالري على 2000، 2000 دي قيمة هو مديها، اللي هو الراجل بيحسب الكوميشن بطريقة ما. اي حد هيقع ما بين القيم 0 او 1، يعني هديله نسبة كوميشن 9%. جميل قوي. وهكذا 20%، 30%، 40%، 42%، الكلام ده كله. يبقى ده فكرة الديكود والكيس، برضو نفس الحكاية، يعني الاتنين واحد. لو الراجل ده كذا اديله كذا، لو الراجل ده كذا اديله كذا، لو الراجل ده مرتبه 500 جنيه اديله 10%، لو الراجل ده مرتبه 600 جنيه اديله 20%، الراجل ده مرتبه 300 جنيه اديله 2%، وهكذا. دي نفس الفكرة كده. يبقى احنا اتعرفنا على كل الفانكشنز اللي موجودة عندنا في السنجل رو فانكشن، عرفنا ازاي نقدر نتعامل مع الانفال، عرفنا ازاي نتعامل مع الكونديشنال فانكشن زي الديكود والكيس اكسبريشن، عرفنا نشوف ايه هي الكونفرشن كولمز اللي هي التو كار والتو ديت والتو نمبر، عرفنا ازاي نتعامل مع فورمات الديت. انا عارف ان الحلقه النهارده كانت تقيله قوي 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 وطويله قوي، ويعني رخمه الى حد ما، بس انا على قد ما ربنا قدرني حاولت ان انا ابسطها لكم بالامثله. وطبعا انا منتظر استفساراتكم، ويا رب ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم. استفساراتكم اكيد شيء مهم بالنسبه لي، هي اللي بتحسسني إن او بتوريني نتيجه اللي انا بعمله دوت. انا عارف ان هي حلقه صعبه، بس على فكره لو عايز اقول لكم شابتر 3 او الجزء اللي شرحناه على حلقتين من اهم اجزاء الكورس بتاع السيكوال على الاطلاق، وهتحتاجه في طول ما بتدرس اوريكال ديفلوبينج تريك. ولو عايز اقول لكم قد ايه الشابتر ده بتيجي اسئله منه كتير جدا 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 في الامتحانات، علشان كده فاهتموا بيه قوي. ذاكروا الحلقه مره واثنين وثلاثه، اللي ما فهمش حاجه يقول لي ونقولها تاني ونعيدها مع بعض تاني. يا رب ما كنتش ضيف تقيل عليكم، او كنت ضيف تقيل عليكم. يعني واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استودعكم الله.